السلام عليكم. ايه الاخطاء الشائعه في تطبيق البيم في شركات البناء والتشييد؟ في اخطاء كتير جدا، منها ان هو البيم بالنسبه له مش عارف يستخدمه ازاي، فجايب ناس بتعمل ديزاين وبتعمل شوب دروينج وبتعمل الحصر وكل حاجه ما لهمش علاقه بالبيم، والبيم ده عبء اضافي مطلوب منه عشان ياخد المشروع، فبيبعته لاي شركه في اي بلد يعمل لي ده بارخص سعر. فالموديل البيم ما غير مستفاد منه وملوش اي علاقه خالص، وبيطلب ان هو يستلمه في اخر المشروع يسلمه خلاص، وشغل الديزاين شغال لوحده. ده حقيقة انا بتكلم في حاجات واقعية. ساعات تلاقي المعماري شغال بيم بينما الكهروميكانيكا اللي مش شغال بيم خالص، فمفيش استفادة قوية، يعني استفاد ليتل بيم، استفاد جزئية من البيم مش استفادة مميزة. يعني في ان هو ساعات شركة بتعمل الديزاين وبعد كده بتبعت لشركة بتعمل شوب درونج، وتحصل مشاكل في كل المشاريع يعني اللي شفتها في القصة دي. ده يقولك لا ده شغل مش كامل، لا ده مش هو ده اللي احنا عايزينه، بيقعدوا شهر او شهر ونص شهرين عشان يستلم منه الموديل بشكل قوي. يقولك لا والله انا متفقين ان احنا نستلم 300 وده اقل من 300. فبتحصل مشاكل كتيرة جدا، فلازم يبقى في لا اما الشركة تكمل، لا اما الشركة الجديدة انت هتستلم الشغل زي ما هو وتكمل عليه، ويعني يبقى في اتفاق يحل المشكلة دي، لان دي من المشاكل اللي بتطول. من ضمن الاخطاء الشائعه ان ما بتعملش بنكشن بلان ولا تعمل اي اي ار، يقول لك اشتغل بيم وخلاص. من ضمن الحاجات ان هو يقول لك انا هشتري اجهزه جديده وهخليهم يشتروا بالسوفت وير، او يشتروا السوفت وير ويشتروا التعليم بتاعه، والناس ما شغلوش قبل كده، فبتحصل مشاكل كتير جدا. لازم على الاقل يبقى عندك واحد او اتنين بيفهموا في البيم ويقول لك والله احنا نقدر نعمله، مش نقدر نعمله هنطلعه شركه تانية. ده دوري يعني، انا صاحب عامل شركه STS، بنقعد نشوف هل نخرجه شركه بره، ولا هل نتبنى البيم، ولا هل المشروع معانا وقت ممكن الناس تتدرب عليه. بيبقى في عصف ذهني، كل شركه لها حاله خاصه بيها وكل مشروع له حاله خاصه بيه، اللي من خلاله نقدر نطلع على الأوراق ونعرف إيه القرار الصواب في القصة ديت.